صباح الفل عليكم. النهارده هكلمكم على حاجه بسيطه كده هنا في امريكا، اللي هي حقوق التصوير. ان انت تقدر تصور اي حد في اي حته في اي مكان عام براحتك من غير ما حد يقول لك لا، حتى الضابط، حتى المطار، حتى المحكمه، حتى اي حته، اي حته عامه من حقك بالقانون تصورها. طالما الحكومه حاطه كاميرات في كل حته واحنا نقدر نصور كحكومه يعني اللي بيحصل في البلاد، يبقى انا كمان كمواطن من حقي اصورك كحكومه واحتفظ بالتصوير ده او انشره واراقبك زي ما انت ما بتراقبني. ليه؟ لان الحكومه دي مش فوق القانون. فطالما الضابط في صدره كاميرا وبيصورني، انا كمان من حقي اشغل الموبايل واصور كل المحادثه واقاضي بيها لو عمل اي حاجه غلط. زي ما الحكومه بتراقبني بكاميرات، انا كمان كمواطن من حقي، ما الحكومه دي بشر بني ادمين واحنا هم مواطنين في الاخر. فالمواطن ده اللي يخليه هو يتصور ومش من حقه يصور؟ لا، ففي امريكا من حقك تصور زي ما انت عايز، الحكومه، الاماكن العامه، تصور اي حد. فناس كتير بتسالني انت ازاي تصور في المطارات وازاي سامحين لك تصور في كل حته، مش هما بيصورونا؟ يبقى بالقانون انا كمان حقي اصورهم زي ما هما بيصورونا. انما في مصر يقول لك لا، اصل ده ضابط من حقه يصور وانت لا. لا، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها حق الضابط ومش حق للمواطن. الحق بتاع القاضي هو نفس حق المواطن، وحقي انا كمواطن هو نفس حق القاضي. مفيش حاجه اسمها اصل ده وزير، اصل ده مش عارف ايه. مفيش حد فوق القانون يا جماعه، مفيش حد فوق القانون خالص. الناس كلها من حقها تصور بعض، سواء طالما في اماكن عامه، لو ملكيه خاصه يبقى مش من حقك تصوير، او ممكن تستاذن من صاحب الملكيه الخاصه. انما بقى في اوضه محكمه، في مطار، في مش عارف ايه، ضباط، بوليس، عربيات، صور زي ما انت عايز، ده حقك القانوني ومفيش مخلوق يقدر يقول لك ما تصورش. الحاجة التانية اللي عايز أكلمك عليها حكاية إنه ليه مفيش حد بياخد قرض ويتسجن؟ ليه مفيش حاجة اسمها غارمين أو غارمات في أمريكا؟ لأن بكل بساطة الحكومة برضو مديونة بتريليونات. في مصر برضو الحكومة مديونة بمليارات، فتيجي مثلا إيه ست عندها مثلا عليها شيك وصل أمانة ب 500 جنيه فيسجنوها، طب ما أنت من باب أولى تسجن الحكومة اللي هي عليها مليارات. لا، الحكومه ما تستجنش. ليه الحكومه فوق القانون؟ ليه الحكومه تعمل قانون يتطبق على الناس وما يتطبقش على الحكومه؟ ما دي كده اسمها عزبه، دي مش دوله. انما في الدوله المتحضره بتبص تلاقي انه زي امريكا، اوروبا، اللي بياخد قرض ما يتسجنش. ما فيش حاجه اسمها خدت قرض وما دفعتوش فتسجن، ما فيش الكلام الفارغ ده، لان بكل بساطه الحكومه عليها تريليونات. طب ما نسكن بقى رئيس الحكومه ونسكن بقى رئيس البلد، لان هما ما سددوش اللي عليهم، وبعدين مش عارفين يسددوا. فيجي يقول لك ايه، احنا هنقعد مع البنك الدولي ونعمل جدوله للديون، فبدل الفايده ما تبقى علينا مثلا في الدين اللي احنا خدناه 9%، لا، الفايده هتبقى 25 عشان احنا جدولنا الديون. وهم اصلا في مصر بياخدوا قروض عشان يسددوا القروض الاولانيه، يعني نصب في نصب. فليه الحكومه بتسجن الناس؟ عايز اقول لك الاف الناس مسجونه، ستات غارمات، عشان خاطر وصل امانه ب 100 جنيه وب 1000 جنيه وب 500 جنيه وب 5000 جنيه، والحكومه عليها 178 مليار دولار وما دفعتهاش، وبتاخد قروض عشان تسددها، وبتجدول وما بتدفعش ولا مليم علشان خاطر يعني معهاش فلوس. والحكومه ما بتسجنش، رئيس الحكومه المفروض يتسجن. لو هو قانون في مصر ان اللي ما دفعش او بيحاول يتهرب او بيحاول يشوف جدول او بيطالب بان اعفائه من الديون، المهم النتيجه ان هو ما دفعش الديون بيتسجن، يبقى لازم تجيب رئيس الحكومه يتسجن. فليه في امريكا ما فيش حد بيتسجن؟ ما فيش حاجه اسمها انا دخلت السجن عشان كتبت شيك من غير رصيد، ما فيش الكلام ده. ما فيش حد عليه ديون حتى تريليون دولار يتسجن، خدها من بنك وما دفعش يتسجن، ما فيش الكلام ده. ليه؟ لان انت القانون ما فيهوش سجن. لو في سجن يبقى هنسجن الحكومه، هنسجن الرئيس، ما هو عليه ديون وما اتدفعتش ديون البلد. فعشان كده مفيش حاجه اسمها ما تصورش، مفيش حاجه اسمها انت عليك قرض ما دفعتوش لازم تتسجن وتفضل مسجون لغايه ما حد يدفعه لك. طب انا في السجن هشتغل ازاي وادفعه ازاي؟ فهفضل في السجن على طول. ففي يا جماعه حاجتين كنت عايز اكلمكم فيها، اللي هو ليه مفيش حد بيتسجن على القروض في امريكا؟ لان هو لو هنسجن الناس يبقى من باب اولى نسجن رئيس الحكومه والحكومه. وحكايه التصوير، طالما هم بيصوروك في كل مكان في كاميرات في الشوارع، يبقى انا كمان من حقي اصورهم وراقبهم. في حاجه اسمها سيتيزن اوبزرفيشن، اللي هو المواطن يراقب البابليك سيرفنت اللي هم
الشرطة، الناس اللي هي الخدام العام، خادم عام. يعني الرئيس هنا مش موظف، الرئيس هنا خادم عام، public servant. ده شغلته، انا اراقبه واحاسبه كمواطن، مش لازم اتعدى عليه واضربه ولا اشتمه، لا مش كده خالص، اراقبه واصوره واناقشه واوصل صوتي ابعت ايميل او اروح بنفسي لمكتب المندوب بتاعي في الكونجرس واقول له الفيديو ده انا عايز الرئيس يجاوب عليه، ولازم هو غصب عنه كممثل عني في نواب، يعني زي نائب مجلس الشعب كده، يجيب الرئيس، يجيب البتاع ويستدعي نائب الرئيس ويستدعي الناس دي ويردوا على الفيديو اللي مواطن صوره، ازاي عملت الحاجة الغلط دي وبأنهي. النهاردة ترامب بيتفتش بيته وبيتاخد على محكمة وعايزين يعرفوا الورق اللي وداه وسرق ووداه فين والقروض وي وي وي، وفتحين له فتوحة كبيرة جدا. فطالما انت عليك شبهة فساد يبقى انت لازم ترد على للمجتمع، مفيش حاجة اسمها ما تتكلموش في الموضوع ده تاني، ما تسمعوش كلام حد غيري، الهبل اللي انتوا عايشين فيه ده يا جماعة مش موجود في الدول المتحضرة. فالناس بتستغرب ان انت بتصور براحتك، الناس بتستغرب ان انت مش، انا طبعا مش واخد قروض الحمد لله، بالعكس ده انا العكس تماما، يعني انا بسلف ناس وما دفعتهاش والكلام ده كله ومش عارف ايه. لو جبت خدت بيت هنا في امريكا وما دفعتش ثمنه او تعثرت في الدفع، البنك بياخد البيت يبيعه لحد تاني، وتبقى انت العقاب بتاعك ان انت اترميت في الشارع، اتفضل بقى اشوف لك بيت تاني وفلوسك اللي دفعتها راحت عليك وبقيت باد كريدت. انما مفيش حاجه اسمها سجن يا جماعه، مفيش حاجه اسمها سجن. بس فحبيت افهمكم حكايه ازاي التصوير بالقانون محدش يقدر يقول لك ما تصورش، وفي نفس الوقت ليه مفيش غريمات ولا غريمين هنا في امريكا، ناس عليها فلوس وما دفعتهاش وموجوده في السجون ومستنيه حد يخلصها. في مصر الحكومه عليها تريليونات ما بتدفعش، ولو حد عليه 1000 جنيه بيدخلوه السجن، طب ما تسجن رئيس الحكومة. لو البلد فيها حريات، لو البلد فيها قانون، بيتطبق على الكبير يا جماعة قبل الصغير.